يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إن كل نبي سمعت بعض طلبة العلم يقول إن كل نبي قد أنزل عليه كتاب، فلما سألته عن الدليل قال ليس لدي دليل، ولكن على الأصل أن النبي ينزل معه كتاب. الكتاب ينزل على الرسول، أما النبي فإنه يتبع من قبله من الرسل ويحكم بالكتاب الذي قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون. شوف التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها من؟ النبيون. فالنبي يتبع من الكتاب الذي قبله، وقد يوحى إليه وحيا في أشياء خاصة، لكن هو يتبع الرسل الذين من قبله. نعم.